شيء النادي الاهلي بتعاقد معاه يكون احسن وانجح حاجه في الدنيا فعلا. فبنشكرك يا امير على الهواء، فعلا مجهود رائع منك، طبعا مش انت لوحدك، كل القائمين في منظومه كره القدم والنادي الاهلي بشكل عام وانت بشكل خاص بشكرك شكرا جزيلا على انك دايما بتدور على الحاجه العاليه جدا، الحاجه الناجحه جدا، وفي نفس الوقت استاذ وليد كان بيتكلم وبيقول انك تعبتهم جدا 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 في كل اختيارات المعايير الخاصه بالتيشيرت. عمر طبعا ربنا يخليك على البدايه الحلوه دي، كلام جميل جدا ومشتاق جدا جدا على الكلام ده. بالنسبه طبعا بص امره بالنسبه لنا براند كبير طبعا، وليد طبعا، وليد واحمد عزام وعبد الله جراح وايتام، هم الاربعه ما شاء الله حاجه تفرح الناس. عارفين يعني ايه النادي الاهلي، الناس دي في شهرين عملوا خط انتاج مخصوص لينا، وفروا لبس في شهرين لينا بشكل 4000 قطعه يا امير. تمام ما شاء الله. لا بص يعني الشغل اللي هم وفروه في فتره قليله ده يبين لك قد ايه الناس شاريه النادي. صح فاهمني؟ صح. الناس عايز تخش السوق المصري بشكل محترم، بشكل يليق بقيمه امبرو زي ما كانت موجوده في مصر قبل كده. فان شاء الله احنا بنديهم كامل الدعم والمسانده الفتره الجايه ان هم يرجعوا بشكل كامل. ونكون احنا سبب كبير ان هم الجمهور يبقى يعرف امبرو ويعرف قيمتها في السوق عامله ازاي. امير كنا لسه بنتكلم وبنقول ان السنه اللي جايه هيكون فيها يعني صدفه حلوه ان مر 40 سنه على ما بين ارتداء اول تيشرت النادي الاهلي امبرو واخر تيشرت لبس النادي الاهلي امبرو. استاذ وليد اتكلم معايا وقال ان هيكون في احتفاليه بشكل معين كان فيها لسه بينسق معاك ومع الكابتن ومع مجلس الاداره ان هم يعملوا حاجه تليق بالنادي الاهلي اولا وثانيا تليق بشركه امبرو. شايف الموضوع ده ازاي؟ انا اكتفي وليد قاله في القصه دي. في حاجه تعمل كويسه ان شاء الله بالموضوع ده. تمام، حاجه تليق بالمركز ان شاء الله يعني. طيب شايف يعني انا عارف ان اللي هم وفروا 4000 قطعه في وقت قليل جدا، لكن الموسم اللي جاي هل ممكن نشوف ديزاين بشكل مختلف عن الموسم الحالي، بما ان الموسم الحالي الديزاين اتعمل بشكل فيه سرعه شويه وكان فيه استعجال علشان خاطر الاهلي يلحق يلبس براند امبرو، ممكن الموسم اللي جاي يكون فيه شكل مختلف للتيشيرت؟ الديزاين اللي اتعمل هو طبعا الوقت كان ضيق. تمام. لكن الديزاين اللي اتعمل كان ليه مغزى معين ان هو ديزاين سيمبل جدا. تمام. تمام. ودي كانت حاجه مظبوط ان احنا التيشيرت الاهلي تبقى حمراء ما فيهاش اي الوان ثانيه موجوده خالص، ما فيهاش مثلا حته غامقه او كده، خالص تبقى حمراء بمنتهى البساطه عشان احنا كان بقى لنا حوالي 4 سنين التيشيرت فيها لعب كتير قوي. تمام. تمام. فده السبب الرئيسي اللي خلى التيشيرت الاهلي تبقى بالهدوء ده في الديزاين. تمام. تمام. السنة الجاية الموضوع مختلف عن كده شوية، احنا خلاص احنا كنا في دبي من شهر 11 اللي فات. تمام. وان شاء الله في اعتقد ممكن يكون في مقابلة الشهر ده، ما اعرفش لسه في مصر ودبي حسب بقى وليد هيظبط الموضوع ازاي مع توم هناك في دبي. تمام. هنشوف احنا الخطوة هتبقى الديزاين هنتفق عليه تفاصيله كلها. هيبقى في زي ما قلنا في الأول احنا ان شاء الله الأحمر يبقى هو الأساسي بتاعنا. والأول مرة الأهلي هتبقى عندنا لونين احتياطي. تمام. تمام. لونين هيكونوا مرتبطين ببقيه لبس الفرقه بشكل ما، برضو ده هيبان ان شاء الله بشكل الفتره الجايه في السنه اللي جايه. اكيد استاذ وليد عايز يقول لك حاجه، يعني كان لسه بيشكر فيك جدا، بيقول انك تعبتهم في كل تفصيله خاصه في التيشيرت، فاكيد عايز يقول لك حاجه. تقول له ايه يا استاذ وليد؟ والله اقول له متشكر جدا يا امير يعني على التعب اللي فات ده كله، بس فعلا يعني البروجكت يستاهل ونادي الاهلي يستاهل اكتر من كده. واحنا لما كنا بره طبعا وعارفين حجم النادي، لكن لما دخلنا جوه عرفنا يعني ايه النادي اكتر، بره غير جوه برضو طبعا. فتفهمنا تماما ليه الناس كانت حريصه في كل خطوه، لان ده كيان من اكبر الكيانات اللي موجوده على مستوى العالم، مش بس في الوطن العربي وفي افريقيا. فتفهمنا دوت ونتمنى ان احنا دايما نكون عند حسن ظن النادي ومجلس الاداره والاعضاء والجمهور ان شاء الله. اكيد امير يعني راجل بيتكلم يعني بشكل محترم جدا، هم فعلا مقدرين يعني ايه اسم وبراند اسمه النادي الاهلي. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا، وده باين جدا في تصرفهم معانا زي ما قلت لك الاول. واحنا مقدرين جدا برضو براند امري، براند كبير جدا على مستوى العالم. فان شاء الله الفتره الجايه يعني اول قلنا من فتره ان احنا النص موسم ده يعتبر بروفه للتوجه التجاري بتاعنا السنه الجايه. تمام. تمام. السنة ان شاء الله الريفيل بتاع التيشيرت هيبقى بشكل مختلف تماما عن اي حاجه حصلت قبل كده ان شاء الله. الدايركشن بتاعنا في تسويق التيشيرت النادي الاهلي
سواء في الفروع او في مع الجمهور او في الشارع هيبقى ليه شكل مختلف تماما مع امر الفتره الجايه. الناس هتحس فعلا بقيمه الاهلي تجاريا في اول الموسم الجاي ان شاء الله مع امر. امير هاخد من اخر كلمه انت قلتها تجاريا وتسويق التيشيرت، هل ازاي او مش هقول لك هل ازاي النادي الاهلي هيتعامل الفتره اللي جايه مع حقه القانوني في بيع التيشيرت النادي الاهلي مع الجهات الغير مختصه او بلغه كره القدم التيشيرتات المضروبه التي تباع في محلات معتمده وده لا يحق ليها وده بيضر بالنادي الاهلي وبيضر بشركه امبرو، ازاي ممكن يكون في تعامل الفتره اللي جايه؟ احنا دلوقتي درسنا عندنا بطوله قانونيه في النادي الاهلي تمام بشكل واضح التعامل مع الناس دي تمام. احنا في اول ما نزلنا مع امبرو وجهنا دعوه للجمهور الاهلي ان هم ما يشتروش نفس المضروب تمام تمام. وعلى فكره عشان برضه تكون عارف فلسه كنت بتكلم مع وليد النهارده ما شاء الله الارقام اللي فيها حصل فيها مبيعات دي محترمه جدا تمام. نتيجه الجمهور ارقامها محترمه جدا صح يا وليد ولا انا لا مظبوط مظبوط فعلا. امير احنا عايزين نوضح نقطه مهمه جدا ان التيشيرت اللي موجوده في امبرو اللي الجمهور بيشتريها دي بتعود لخزينه النادي الاهلي وبالتالي احنا بنساهم في كل شيء جوه النادي. احنا مش بنشتري تيشيرت امبرو علشان خاطر امبرو هو اللي هيكسب لوحده، لا ده النادي الاهلي بيخش له مبلغ علشان يساهم في خزينه النادي من حيث بقى التعاقدات ومن حيث انشاءات ومن حيث ومن حيث ومن حيث، وبالتالي احنا حريصين كل الحرص على جمهور النادي الاهلي انه يشتري تيشيرت النادي الاهلي من الاماكن المخصصه لبيع التيشيرتات. طبعا بص يا عمر دلوقتي احنا عندنا نسبه من الارباح مع شركه أقرو تمام تمام. الموضوع فيه جزئين عشان برضه يبقى الموضوع واضح. احنا اول حاجه احنا نستفيد طبعا ماديا تمام يكون في ربح جاي لنا تمام. في نفس الوقت شركه أقرو تحس هي كمان بالربح صح. بعد كده لما تيجي تجدد معانا ان شاء الله كمان ثلاث سنين تدينا رقم اعلى عشان خلاص حاسس بقيمه النادي الاهلي، فاهم قصدي؟ حاسس بقيمه الجمهور بيشتري اللبس عامل ازاي صح. الحاجه الثانيه الاهم اللي انت قلتها من شويه ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه هنلاحق ان شاء الله كل محل وكل مصنع بيفكر ان هو يصنع لبس مضروب. واوعدك ان شاء الله الفتره الجايه هتلاقي في اخبار طالعه ان احنا قانونا بالقانون مش باي حاجه ثانيه خالص ان احنا ورا الناس دي لغايه ان شاء الله ما ناخد حقنا منهم القانوني عشان يبطلوا يصنعوا لبس مضروب ويزونا من المنظر ده. احنا المشكله في المصانع، اما المحلات يا امير انا شايف ان ممكن لو اي محل عايز ان هو يبيع منتج اصلي خاص بالنادي الاهلي ان هو يتقدم مثلا للنادي الاهلي او يروح لشركه اف ار جي او شركه امبرو علشان خاطر يتواصلوا معاهم بشكل فيه احترام وشكل فيه ادب علشان يكون الكل كسبان، المحل اللي هيبيع التيشيرت وطبعا شركه امبرو والنادي الاهلي، مظبوط الكلام؟ طبعا طبعا جدا جدا. يا ريت طبعا لو اي حال محلي كان اف ار جي يوزع اللبس بتاعنا لبس الجمهور او لبس الفريق يا ريت، فاهمني؟ لكن المشكله كلها ان انت عندك ناس باللبس مضروب موجود سواء في المصانع او محلات بعد المصانع دي بتبيعها في السوق صح مظبوط، بتكون كواليتي مش احسن حاجه طبعا تمام تمام. وبتاذينا ان في طبعا في ناس مش ناس الجمهور ممكن مش واصل لهم قوي المعلومه بتاعت ان هو كده بيأذي النادي فطبعا الناس بتستغل حاجه زي كده من المصانع او المحلات دي. بس احنا ان شاء الله وراهم، احنا بالتعاون مع اف ار جي لسه برضه كنا برضه بنتكلم في الكلام ده بقالنا فتره مع وليد ومع احمد عزام ان احنا طبعا هي في حل في الكلام ده كله وان شاء الله فتره جايه حاجه قريبه على الموضوع ده. امير استاذ وليد قال لي على لقطه طريفه جدا لما جه يعمل الديل معاكم الكابتن خطيب قال له طب والاعضاء تعمل معاهم ايه؟ فضحك ضحك كان حاضر قال له يعني قال له ايه؟ قال له ده العيله، احنا عيله واحده كلنا، احنا مش فريق اول وخلاص كده، لا ده احنا في لعيبه كوره وفي اعضاء ليهم حق زي ما احنا لينا حق الاعضاء ليهم حق. يعني الكواليس بقى حصلت ازاي؟ دي حقيقه. لا بص الكابتن كان واضح جدا بصراحه الكابتن قوي، يعني احنا خلصنا معظم الديل كنا بنتكلم فيه تمام. الكابتن في الاخر جه قعد مع وليد ومع احمد وقال لهم لازم اعضاء الاهلي يكون ليهم مزايا واضحه من العقد ده تمام، ولازم هم يحسوا ان امبرو بتقدم لهم حاجه مختلفه صح. بصراحه امير الصوت راح في حته ما فيهاش ارسال. امير طيب لحد ما يرجع.